بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب المرحلة الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأستاذ للمواد التجارية. بناء على استفساراتكم وطلباتكم ورسائلكم المتوالية بخصوص المعادلة، معادلة كلية التجارة لدبلوم التجارة، النهاردة جمعنا لكم كل ما يتعلق بالمعادلة من شروطها وكل ما تطلبوه من استفسارات هنجاوب لكم عليها إن شاء الله بالتفصيل. طيب، في نقاط معينة كده. النقطة الأولى شروط المعادلة. أولا بالنسبة لشروط المعادلة، بداية كده اللي جايب 91% أو 92% أو أكثر ده هيقدم اوتوماتيك على طول على الجامعه مباشره بدون معادله، والنسبه ديت بتختلف من سنه لسنه، يعني ممكن تزيد برضو ايه شويه السنه دي او حاجه زي كده، تمام؟ طيب ده بالنسبه للجزء الاول. طب بالنسبه بقى للجزء الثاني، الحاصلين على 70% فاقصى، الحاصلين على 70% فاقصى. يعني تقول لي يا استاذ حسن انا جايب 69.5%، نقول لك لا، انت خارج المعادله. يبقى المعادله من 70% فاكثر، تمام كده؟ جميل. ولها شروط. ايوه، ايه هي الشروط؟ مين اللي هو الحق الدخول في المعادله؟ ماشي، قال لك اللي هو حاصل على المؤهل اللي هو دبلوم التجاره منذ سنتين، يعني اللي معاه دبلوم تجاره حاصل عليه سنة 2018 أو 2019 أو 2020 إن شاء الله السنة دي، ده اللي له إيه؟ له الحق في التقدم للمعادلة. بس الشرط الثاني قال لك إيه؟ شرط إن ما يكونش اجتاز أو اتقدم أو دخل المعادلة قبل كده مرتين، تمام كده؟ كلامنا واضح. يعني اللي اخذ مثلا الدبلوم سنة 2018 اتقدم 2018 ولم يوفق، واتقدم 2019 ولم يوفق، يبقى السنة دي مش من حقه ايه يقدم. يبقى احنا بنقول ايه؟ يعني له الحق مرتين في التقدم للايه؟ للمعادلة. ده بالنسبة للايه؟ للجزء الاول من المعادلة. الجزء الثاني بقى، طيب ايه هي مواد المعادلة؟ مواد المعادلة عندنا أربع مواد، أربع مواد هتمتحن فيهم المعادلة. ده مين؟ الحاصلين على 70% فأكثر. نمرة واحد مادة الجغرافيا. ما تقوليش بقى يا أستاذ حسن طب وإحنا دبلوم تجارة علاقتنا إيه بالجغرافيا؟ أنا بقول لك دي المواد اللي هتمتحن فيها. طيب هتمتحن إيه في الجغرافيا كمعلومة سريعة كده؟ بالظبط كده أقرب ما يكون لمنهج أولى تجاري. يعني هتدرس كده حاجات بسيطة عن جغرافية مصر، التضاريس، المياه، الأنهار، البحيرات، تمام، الزراعة، الصناعة، التعدين، البترول، الغاز، تمام كده، المناخ. دي حاجة فكرة سريعة بس كده عن مادة الجغرافيا. أنا في البداية لم ندرس المواد دي ولا لي فيها ولا هنقوم بشرحها على القناة، انما انا استجمعت لك كل اللي انت يخصك عشان تعرفهم. تاني ماده اللغه الفرنسيه. اللغه الفرنسيه، طيب هتمتحني في اللغه الفرنسيه؟ الامتحان بيجي ايه؟ عباره عن الاساسيات والقواعد والمبادئ بتاعه اللغه الفرنسيه. انا مش بتاع فرنساوي بس بقول لك اساسيات، قواعد، ماشي، وايه وشويه كلمات، حاجات اساسيات بسيطه وشويه قواعد كده. اللغه الانجليزيه نفس الكلام. يبقى الماده الثالثه اللغه الانجليزيه، اساسيات اللغه الانجليزيه بقواعدها، تمام كده، وبرضو بعض الايه الكلمات اللي فيها كده. يعني القواعد مثلا ايه؟ ممكن تكون تعرف حاجه على ريبورتد سبيتش مثلا، على الاكتف والباسف، على قاعده اف، تمام كده، حاجات يعني كده ايه خفيفه بسيطه. طيب نيجي للماده الرابعه بقى اللي هي الرياضه. الرياضه انت هيتبادر لذهنك كده من الاول على طول تقول اه ده اكيد هيمتحنونا في الرياضه الايه الماليه اللي كانت علينا في التجاري. لا، الرياضة اللي هتدرسها وتمتحن فيها رياضة بحتة. رياضة بحتة يعني برضو أقرب ما تكون جزء منها لرياضة الرياضة العامة اللي انت درستها في أولى تجاري، بالإضافة بقى لبعض الأفرع الأخرى. يعني مثلا هتدرس معادلات مثلا من الدرجة الثانية، هتدرس التباديل والتوافيق، هتدرس مثلا معادلة الخط المستقيم، النهايات،
تمام كده؟ يعني ايه مجموعة موضوعات كده متعددة، المتوالية الهندسية، المتوالية العددية وهكذا. تمام؟ ده بالنسبة للايه؟ للأربع مواد، للأربع مواد. طيب، طريقة بقى الامتحان وشروط النجاح في المعادلة بيكون ايه؟ اسمع معايا بقى. أنت قلت كام مادة؟ أربع مواد، كل مادة عليها 20 درجة، يبقى الأربع مواد ب80 درجة، تمام؟ شرط النجاح في كل مادة إنك تحصل على النص بالظبط، يعني تجيب 10 درجات من ال20، في كل مادة تجيب ال10 من الكام؟ من ال20، يعني إجمالًا مطلوب منك تجيب على الأقل 40 درجة من 80 عشان يبقى اسمك نجحت في المعادلة. نجحت فين؟ في المعادلة. يبقى بنقول شرط الحصول في كل مادة على نصف الدرجة يعني 10 درجات، يبقى 10 درجات في 4 مواد ب40، ده أدنى حد. طيب جميل جدا. طالب هيقول لي يا أستاذ حسن، طب أنا جبت 40، جبت 45، جبت 60، جبت 65، إيه وضعي بقى؟ هنعمل إيه؟ هتقدم إن شاء الله، ماشي، الأوراق اللي هقول لك عليها المطلوبة دلوقتي، بس في نقطتين لازم نقولهم لك بقى كده. الحاصل على 40 درجة لحد 62 درجة ده إن شاء الله هيقبل في الكلية بعد تقديم الأوراق وكل المطلوب انتساب. انتساب، وأكيد أنتم بتسمعوا بعض زمايلكم اللي في الجامعات، يعني انتساب. انتساب يعني مش شرط إنك تحضر إيه بانتظام زي إيه زمايلك العاديين وتروح تمتحن آخر السنة أو حسب تحديد مواعيد الامتحانات. طيب يبقى من 40 ل 62، طب واللي يجيب زيادة عن 62 درجة، مش 62%، أنا بقول 62 درجة من ال 80، ده بيدخل انتظام. بيدخل إيه؟ انتظام. تمام؟ جميل. ضيف عندك كمان معلومة حلوة، دخلت الكلية انتساب، تمام؟ وربنا كرمك في سنة أولى وجبت تقدير جيد، تقدير جيد، ممكن تدخل سنة تانية، تمام كده؟ انتظام، بس بشروط ولوائح وتعليمات بتحددها ايه؟ الجامعة أو الكلية اللي أنت دخلت فيها. لحد كده تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ للمعادلة، وبالنسبة لشروطها والمواد اللي هتمتحن فيها والنجاح والالتحاق. طيب انتهينا من كام جزء؟ بنستكمل باقي الأجزاء بخصوص الإيه؟ المعادلة. هنتكلم دلوقتي على نقطة إيه؟ شكل الامتحان بيجي إزاي؟ وتحله إزاي؟ وتعمل فيه إيه؟ الامتحان بيجي بنمطين أو شكلين، سؤال اللي هو الاختيار المتعدد، بمعنى السؤال له أربع إجابات، الأربع إجابات دول بيكونوا محطوطين في أربع دوائر، سواء مثلا بنظام A B C D زي ما أنتم امتحنتوا في المواد التجارية، أو مثلا 1 2 3 4 زي ما هم يوم الامتحان في اللجنة هيوضحوا لكم. أنت مفيش هنا في الامتحان زي أسئلة مقال وقارن وعرف وكلام من ده، دي الأسئلة كلها نمطين، اختيار متعدد، السؤال أنت هتختار الإجابة بتاعته، تمام؟ ماشي. الدايرة الفلانية، اخترت الدايرة سواء A B C D، بيقول لك ظلل عليها، بتظلل على الدايرة بالكامل. وخد بالك من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الطلاب، ليه بقول لك الدايرة تظللها بالكامل؟ ده مش كده وبس، ده انت هتظللها باللون اللي هم يوم الامتحان او اللجنة هقول لك تظلل بيه. يعني لو قالوا لك تظلل باللون الأزرق يبقى ما تستخدمش الا القلم الأزرق، قالوا لك باللون الأسود يبقى باللون الأسود، بالرصاص بالرصاص، بالفسفوري زي ما يقول لك، وبتظلل الدايرة بالكامل، مش معناها تحط نقطة أو علامة. ليه؟ لأن التصحيح بيكون عن طريق الكمبيوتر، مش تصحيح يدوي، التصحيح بالكمبيوتر، تمام كده؟ يبقى أول سؤال قلت لك هيجي لك اختيار متعدد، تاني سؤال صح وخطأ، صح وخطأ، هنا هيديك مربعين، علامتين، علامة فيها صح وعلامة فيها خطأ، أنت هتظلل على إيه؟ على الإجابة اللي أنت اخترتها. ده بالنسبة للجزء بتاع إيه؟ طريقة الامتحان، وقلنا التصحيح بيكون بالإيه؟ بالكمبيوتر مش يدوي. تمام؟ طيب، في حتة بقى أنا هنستكملها اللي كنت بقول لك عليها إيه؟ طيب طالب أو طالب يقول لي يا أستاذ حسن قدمنا وربنا وفقنا، هيوزعونا بقى إزاي؟ أيوه، هيوزعك تمام على كلية تجارة فأقرب جامعة من سكنك،
هتقول لي سكن ايه؟ طب هيعرفوا منين سكن ايه؟ من رقم البطاقه الشخصيه بتاعتك والبيانات المثبته في البطاقه الشخصيه بتاعتك، بيعرف محل الاقامه بتاعتك، فبيوزعك على اقرب كليه تجاره في اقرب جامعه. تمام؟ عشان النقطه دي وايه؟ احنا كده منتهيين منها، خلاص؟ طيب نبص النقطه الثانيه. احنا دلوقتي بنقول طب ايه بقى الاوراق المطلوبه نقدمها يا استاذ حسن؟ انا اقول لحضرتك، انت خدت الملف بتاعك بعد النجاح واستماره النجاح بالايه؟ الملف كامل من المدرسه اللي انت كنت فيها. جميل؟ كويس. مطلوب منك الاتي: شهاده التخرج اللي هي الشهاده المؤقته اللي انت هتاخدها وتصورها صوره. يبقى شهاده الدبلوم او شهاده التخرج وصوره منها. تمام؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين: شهادة الميلاد، شهادة الميلاد اللي هي بالكمبيوتر اللي موجودة أصلا جوه في الملف بتاعك، وصورة منها. جميل جدا. طيب تلاتة: البطاقة الشخصية وصورة منها. يبقى قلنا شهادة التخرج صورة منها، شهادة الميلاد وصورة منها، البطاقة الشخصية وصورة منها. رابع حاجة: أربع صور شخصية، أربعة في ستة. أربع صور شخصية لك، أربعة في ستة. تمام؟ ده بالنسبة للإيه؟ للأوراق المطلوبة اللي أنت هتروح بتقدم بيها. طيب نستكمل بقى الآتي بعد كده إيه؟ بص يا سيدي، إحنا هنبعت لك لينك، هتدخل باللينك ده ماشي، هيجي لك استمارة. الاستمارة ديت أنت هتملى كل البيانات اللي فيها. تمام؟ هننزل لك اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو تحت، بس احنا بنقول دلوقتي اهو اللينك الاولاني اللي هنبعته لك هتدخل بيه، هيطلع لك استماره تقديم للجامعه، هتملى البيانات اللي موجود فيها كلها. جميل جدا. طيب لو ما عندكش في البيت طبعا هتعمل ايه؟ هتروح لاقرب مكتبه ماشي فيها نت او سايبر، وهتاخد الاستماره اللي انت مليتها. تمام كده؟ طيب وهتروح على اساس انك تطبع الايه؟ الاستماره ديت هناك في لينك تاني رقم اتنين ماشي؟ اللينك ده هنبعته لك برضو في وصف الفيديو كده موجود تحت، على اساس نفترض انت مليت الاستماره وفي اي اخطاء عندك او حاجه عايز تعدلها، قبل ما تطبع عدل البيانات الخطا اللي عندك. ماشي كده؟ خلاص عدلنا كل حاجة وطبعنا الاستمارة سليمة وصحيحة. تمام؟ في المكتبة أو في السايبر أو في أي مكان في إيه؟ نت. رجعت بيتك تمام بالسلامة كده؟ ماشي. حط لي بقى كل الأوراق في فايل أو ملف أو ظرف. تمام كده؟ اللي هم الإيه؟ الأربعة اللي أنا قلتهم: شهادة التخرج وصورة منها، شهادة الميلاد وصورة منها، البطاقة الشخصية وصورة منها. عدد كام؟ ثلاث صور شخصية، أربعة في ستة، والإيه؟ والاستمارة اللي أنت طبعتها سليمة. تمام؟ دول هتحطهم في إيه؟ في ملف، عشان دول اللي هيتقدموا. طيب هنتكلم دلوقتي على نقطة تانية اللي هي إيه بالنسبة للمصاريف، مصاريف التقديم. أنت عندك مصروفين، فيهم مصروف إجباري اللي هي رسوم التقديم، والسنة دي هتكون تقريبا في حدود 400 جنيه. وفي رسوم أو مصاريف دي اختياري للطالب أو الطالبة في حدود 1500 جنيه. دي بتاعت إيه بقى؟ بتاعت حضور المحاضرات والمراجع والملازم. دي المصاريف، مش أكتر من كده. نيجي بقى النقطة اللي بعد كده بالنسبة لمواعيد التقديم. مواعيد التقديم للمعادلة، ركزوا معايا شوية. أبنائنا وبناتنا الحاصلين على دبلوم 2018 او 2019، تمام، يعني السنتين السابقتين، تم بدء فتح قبول الطلبات ابتداء من يوم 15/8 لحد 15/9، يعني من يومين
دول حاصلين على ايه؟ دبلوم 2018 او 2019، بدأ التقديم من يوم 15/8 ومستمر لحد 15/9، وممكن يمدوا الفترة كمان بعدها ايه؟ اسبوع او حاجة. طيب ابنائنا بتوع السنة دي ان شاء الله 2020 اللي ربنا يوفق الجميع يا رب ان شاء الله، التقديم سيتم فورا بعد ظهور النتيجة، بعد ظهور الايه؟ النتيجة. نيجي بقى للجزئية الأخيرة اللي هي أماكن التقديم. أنت كطالب أو طالبة هتقدم فين؟ لحد السنة اللي فاتت كان التقديم على مستوى محافظات مصر كلها في جامعة القاهرة، وأكيد ده كان بيمثل عبء كبير على جامعة القاهرة. السنة دي لظروف خاصة اللي هي ظروف الكورونا، تم تقسيم أماكن قبول الطلبات إلى 5 أماكن، 5 جامعات هتقبل الطلبات، وكل جامعة بتمثل مجموعة من المحافظات اللي حواليها اللي في ضواحيها. فمعلش اسمحوا لنا نقول لكم ال5 أماكن دولي ونقروهم، هنقروهم لحضراتكم كده ايه من الورقة سريعا كده، تمام؟ نمرة 1، جامعة القاهرة وتقبل من المحافظات ايه بقى؟ اكيد هتاخد من المحافظات اللي حواليها، الجيزة، حلوان، القليوبية، القاهرة نفسها، وبني سويف. يبقى جامعة القاهرة هتقبل من محافظات القليوبية، الجيزة، بني سويف، القاهرة، حلوان. طيب تاني جامعة، جامعة طنطا، وتقبل منين؟ هتقبل طنطا من 3 أماكن، من محافظة كفر الشيخ ومحافظة الغربية ومحافظة ايه؟ الدقهلية. يبقى جامعة طنطا هتقبل من كفر الشيخ والغربية والدقهلية. طيب تالت جامعة، جامعة اسكندرية. جامعة اسكندرية هتقبل من ايه؟ 3 محافظات، محافظة اسكندرية ومحافظة البحيرة ومحافظة مطروح. رابع مكان، جامعة الزقازيق. جامعة الزقازيق وبتقبل منين؟ من شرق الدلتا والقناة، كل محافظات شرق الدلتا والقناة بتقبلهم جامعة الزقازيق، اللي هي محافظة ايه؟ الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء وجنوب سيناء. دي جامعة ايه؟ الزقازيق. آخر مكان جامعة أسيوط، وأكيد من اسمها كده بتقبل من ايه؟ من وجه قبلي. جامعة أسيوط وتقبل من محافظات الوجه القبلي اللي هي ايه؟ المنيا، قنا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان. دي ال5 أماكن أو الجامعات السنة دي اللي هتقبل طلبة وطالبات جمهورية مصر العربية، تمام؟ طيب بكده نكون وفينا كل ما يتعلق بالمعادلة، ماشي؟ وقلنا لحضراتكم بإذن الله اللينكات اللي انتوا هتستعملوها او هتستخدموها هنبعتها لكم في وصف الفيديو، وكمان هنبعت لكم كده بوست او منشور بقرارات وزارة التربية والتعليم اللي صدرت بخصوص هذا الشأن والمراحل التالية للتقديم. وبكده نكون قدمنا لكم وجبة خفيفة وسريعة في كل ما يتعلق بمعادلة كلية التجارة لطلب الدبلوم التجارة، نظام ال3 سنوات وال5 سنوات. وإن شاء الله هنرفق لحضراتكم الورقتين اللي فيهم ال9 نقاط دول اللي فيهم كل حاجة احنا قلناها. وبكده نكون قدمنا لكم وجبة خفيفة وسريعة في كل ما يتعلق بمعادلة كلية التجارة لطلب الدبلوم التجارة، نظام ال3 سنوات وال5 سنوات. كان معكم الأستاذ حسن برمو، كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إيدكو الثانوية التجارية، وشكرا لحسن استماعكم، ووفقكم الله ورعاكم.